بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. أود في البداية يا أصدقائي أن أخبركم أن هذا الكلام غير رسمي ولم تنشره الكثير من الصحف التركية، وقد يكون بنسبة كبيرة خاطئ أو قد يكون صحيح، فقط ترجمته لكم لكي تكونوا بإطلاع دائم حول آخر الأخبار. والخبر يقول إن كرم بورسن قام بإغلاق مطعماً خاصاً لأجل مفاجأة حبيبته هاندا أرتشل. كرم بورسن الذي أعد المكان في حوالي الساعة 3 مساءً أخذ زهور هاندا أرتشل المفضلة وأعد وجبة لحبه الوحيد، حيث قام بتزيين المكان بالورود الحمراء والذي ما كان دائماً يرسلها لهاندا كما واضح أمامكم في هذه الصور. وهذا الخبر لاقى استحسان مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وتسبب في ذلك في تعليقات: الرجل يصيح رسميا، أنا سعيد لأنني أحبك. ما رأيكم؟ هل فعلا هذه كانت مفاجأة كرم لهاندا أم إنها مجرد إشاعات؟